مزيد من المتابعة ينضم إلينا على الهواء مباشرة السفير أشرف حربي مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق. سيد سفير، أهلا وسهلا بحضرتك. أنماط وأشكال جديدة ومختلفة للتدخلات الإيرانية المنسوبة إليها في المنطقة، ما الذي يملكه الدول ما الذي تملكه الدول العربية ووزراء خارجيتها في هذا الاجتماع لكبح جماح هذه التدخلات؟ اولا يعني مساء الخير وشكرا على الاستضافه. الاجتماع جاء في وقت مهم جدا بالنسبه للتطورات على الساحه العربيه الان. طبعا التدخلات الايرانيه اصبحت تدخلات سافره جدا، واصبحت من الخطوره بمكان ان يكون هناك موقف عربي موحد تجاه هذه التدخلات. من هنا نجد أن هذا الاجتماع سيكون اجتماع مفصلي بالنسبة للموقف العربي تجاه ليس فقط التدخلات الإيرانية، ولكن أيضا بالنسبة للعمل العربي المشترك. نجد أن هذا الاجتماع أيضا جاء بعد زيارة أو جولة خليجية وعربية للسيد الوزير سامح شكري، حيث أطلع فيها برسالة شفوية من السيد الرئيس القيادات العربية في الخليج، وبدأها بالأردن أيضا، على مجمل التطورات وخاصة بالنسبة للوضع الحالي في الجبهات الساخنة، وهي الجبهة اللبنانية، الجبهة العراقية، الجبهة الليبية، وطبعا بالنسبة لليمن. هناك أيضا منظومة أخرى تقوم بها العلاقات الخارجية أو تقوم بها الحركة أو الحملة الدبلوماسية التي تقوم بها مصر حاليا بالنسبة للم الشمل العربي ناحية أو تجاه التحديات التي تواجهها الأمة العربية حاليا. نحن أمام موقف وأيضا مصيري، وأعتقد أن هذا الاجتماع للجامعة العربية سيحدد الخطوات القادمة والتحركات القادمة سواء على الصعيد الإقليمي أو على الصعيد الدولي بالنسبة لمواجهة هذه التدخلات الإيرانية في المنطقة. ما انتهيت به سعادة السفير ربما يكون هو بيت القصيد في هذا الحوار أو في أي حديث حول التدخلات الإيرانية وسبل تلجيمها. ما هي الخطوات؟ ما هو الفضاء الإجرائي الذي تملكه الدول العربية في سبيل مواجهة إيران؟ وكما استعرضت حضرتك، كل الأذى الذي ألحق بالمنطقة العربية جاء في الداخل العربي. إيران تبدو في مأمن تماما عن أي أذى. طبعا كما قلت، يعني إن كنت قلتها باختصار، يعني أن التدخلات الإيرانية دائما بتجد البيئة المناسبة. يبقى البيئة المناسبة أو المناخ المناسب هو داخلنا نحن. يعني إيران تلعب على المسألة الطائفية وتحاول أن تكون هي الراعي والحامي للطائفة الشيعية في بعض الدول العربية. طبعا إن كان هناك رعاية فيجب أن تكون رعاية من الناحية الدينية والثقافية وإلخ، ولكن ليس من الناحية التهديدات الداخلية والتي رأيناها بوضوح في الأزمة اللبنانية وقبلها التدخلات في البحرين وأيضا في العراق وفي اليمن. طبعا التدخلات هذه يجب أن نضع لها حدا، وأعتقد أن هذا الاجتماع سيحدد موقف عربي بالنسبة لردء ووقف هذه التدخلات في الشأن الداخلي لعدد من الدول العربية التي تعاني من هذه التدخلات وأصبحت تهدد أمن واستقرار المنطقة بأشملها والأمن العربي الإقليمي. سعد سفير، يعني سأطرح السؤال على حضرتك من منظور آخر أو من زاوية أخرى، لكننا لازلنا في ذات المضمار. لو أن السفير أشرف حربي وجهت إليه الدعوة الآن لحضور هذا الاجتماع، و
توجيه أو إسداء النصح للمجتمعين أو تحديد الخطوات والمسارات التي يتعين عليهم اتخاذها. هناك الحالة اللبنانية، هناك جيش كامل اسمه جيش حزب الله، فضلا عن الفاعلية والدور السياسي شديد الوضوح والبروز الذي يلعبه الحزب الآن في لبنان. هناك الساحة السورية وحجم النفوذ الهائل الذي تتمتع به إيران هناك. هناك الحالة اليمنية وميليشيا الحوثي التي صارت أمرا واقعا بحكم الدعم الذي تتلقاه مباشرة من إيران. هناك البحرين وحجم القلاقل التي تتمكن إيران من إثارتها عبر الأيادي التي تدفعها دفعا في الداخل البحريني. ما هي الإجراءات أو حزمة القرارات التي يتعين اتخاذها في سبيل كبح جماح التدخل الإيراني؟ أعتقد أن التنسيق والتشاور وتوحيد الرؤية أولا من المشكلة هو بيت القصيد. يعني يجب أن نبحث داخلنا أولا ونشوف إحنا ما الذي يجعل دولة مثل إيران تتدخل في شؤوننا الداخلية. يعني هنا مربط كما قلت مربط أو يعني هذا بيت القصيد. يعني إيران تتدخل عندما تجد فرصة، يبقى الفرصة فين؟ الفرصة عندنا. الوضع العربي كما نعلم هناك بعض مشاكل داخلية كثيرة، وبالتالي يجب أن يكون هناك مفهوم أو استراتيجية عربية تعمل بتنسيق وتشاور، ويكون هناك وحدة في الهدف. هو هذا هو الأساس. وأعتقد أن القرارات التي ستصدر أو البيان الختامي الذي سيصدر عن هذه الاجتماعات سيوضح أكثر كيف يكون المسار في الفترة القادمة. وأعتقد أنه يجب أن يكون هناك أيضا آلية للتنسيق وأيضا حزمة من القرارات سواء على المستوى الإقليمي أو على المستوى الدولي، حتى نحجم من هذه التدخلات الإيرانية ونبعد هذا الشبح الذي يحوم، شبح الحرب وشبح النزاعات التي تحوم الآن داخل الكيان العربي وتحاول أن تفتته سواء من داخلنا أو من الخارج أيضا. سعادة السفير، البعض له وجهة نظر في طبيعة التدخلات الإيرانية، ويتحدثون عن أن العرب جاوزتهم الأحداث ولم يعد في الإمكان إدراك أي مصلحة حقيقية في طبيعة الصراع الإيراني العربي، بين قوسين إذا كانت هذه العبارة دقيقة بما يكفي. إيران وضعت أقدامها تماما في المنطقة العربية كما شاءت. إيران أصبح لها نفوذ يصل إلى حد النفوذ العسكري داخل دول، أصبح لها كيانات أقرب إلى الكنتونات داخل هذه الدول. فعلت كل هذا وهي تحت مظلة العقوبات الدولية. ما بالك الآن وإيران قد رفعت عنها هذه العقوبات بموجب اتفاق 5+1 وتحظى الآن بقبول دولي لا بأس به؟ هل يمكن لإيران أن تتراجع عن حجم المكاسب التي استطاعت أن تحققها؟ طبعا إيران ممكن أن تتراجع في حالة إذا وجدت الدول العربية مصطفى في وحدة وكيان واحد. يعني لا شك أن هذا الأمر سيكون هو محور الحديث أو محور المباحثات داخل الجامعة العربية اليوم. يجب أن يكون هناك موقف عربي موحد، يجب أن نوحد كلماتنا، يجب أن نوحد صفوفنا حتى لا ندع أي دولة، إيران أو غيرها، أن تعبث بمقرراتنا. نعم إيران لها الآن قواعد عسكرية، إيران لها كوادر الآن في المنطقة العربية في دول كثيرة، أصبح لها قوة عسكرية أيضا، ولكن هذا لن يستمر إلى الأبد، لأن هناك مصير شعوب، هناك القوى الشعبية، القوى السياسية، القوى الوطنية داخل هذه الدول التي تستطيع أن تواجه هذا الخطر أو الذي يهدد أمننا، ليس فقط أمنهم ولكن أيضا أمن الأمة العربية كلها، أمن المنطقة كلها. يجب أن يكون هناك عمل عربي مشترك تقود الجامعة العربية، يجب أن يكون هناك عمل مشترك تقود القيادات الوطنية الحكيمة في كل الدول العربية، وخاصة الدول التي تعاني من هزات الحروب والمشاكل والكوارث التي رأيناها منذ أحداث الربيع، ما يسمى الربيع العربي، 5 سنوات أو 6 سنوات الآن، ونحن في صراعات طائفية، صراعات، نحن نحارب بعضنا البعض ولا نحارب عدونا الأصلي، ولا نواجه التدخلات الخارجية، حتى أصبحنا في هذا الموقف الصعب، والذي يجب أن يكون هناك وقفة
واعتقد ان الوقت قد حان لهذه الوقفه. طيب سعاده السفير، بمناسبه عباره الاصطفاف العربي والموقف العربي الموحد والعمل العربي المشترك وهذه العبارات التي تاتي من التراث الدبلوماسي العربي، لو جئنا مثلا لمناقشه كل قضيه يبدو ان ملمح التدخل الايراني فيها بارزا كما الحاله اللبنانيه، قد يرد على ذلك بان حزب الله جزء من العمليه السياسيه في لبنان وان سلاح حزب الله عليه أن يخضع ابتداء لنقاش داخلي لبناني، وهذه مسألة يبدو أنها داخلية ومعقدة تماما، وربما السيد جبران باسيل وزير الخارجية له مواقف مسبقة من ذلك وعديد اللاعبين اللبنانيين لهم مواقف من هذا النوع بحكم الموائمات مع حزب الله. في الحالة السورية ليس لكم أن تتدخلوا لأن المسألة أتت عبر طلب من الحكومة السورية الموجودة هناك، وبالتالي هذه جزء من استقلالية الدول والتفاهمات التي تجريها مع نظرائها في المحيط الإقليمي بحكم المصالح المشتركة. في الحالة اليمنية ليس لكم أن تتدخلوا لأن هذا يخضع ربما لعملية إعادة الأمل الجارية هناك، أو بحكم التفاهمات السياسية اليمنية بين الحكومة الشرعية وبين المتمردين الحوثيين والرئيس السابق علي عبد الله صالح. أي اصطفاف عربي منتظر وفق هذه المعطيات؟ طبعا إذا كان هناك نقاش وحوار مع القوى الوطنية داخل هذه الدول، حوار عقلاني، اعتقد انه سيعطي نتائج. كما قلنا المشكله السوريه مثلا، الحوار السياسي او الحل السياسي هو الوسيله الوحيده لانهاء الازمه السوريه، لان الحرب او العلاج العسكري لم يعطي اي نتيجه. بالنسبه للحل اللبناني، نعم حزب الله له دور وله كيان سياسي وكيان حزبي داخل، ولكن المشكله اللبنانيه ايضا تنحصر في التكوين السياسي والتكوين تكوين الحكم في لبنان. واعتقد ان الشعب اللبناني ادرك الان ان موضوع الطائفيه وتقسيم السلطه ما بين الطوائف وقد جرى عليه الزمن، ويجب ان يتم تحديث وتطوير لمنظومه الحكم في لبنان ومنظومة الإدارة بصفة عامة والحياة السياسية اللبنانية. الشعب اللبناني يعلم ذلك جيدا. بالنسبة لليمن، نحن نعلم أن هناك مشاكل كثيرة في اليمن، ولكن نحن بنتكلم على أقلية داخل اليمن، ليس هو الشعب اليمني كله. مجموعة الحوثي ليست الأغلبية في اليمن أو حتى جماعة عبد الله صالح، لكن الشعب اليمني كله هو مع اتحاده، وأن يكون هناك ترابط ما بين الفئات والطوائف الموجودة، وهو يحتاج إلى مساعدة ويحتاج إلى أن يكون هناك حوار مع القوى الوطنية. أيضا وكما قلت، الوقت حان لأن يكون هناك دور للجامعة العربية في ربط كل هذه القوى الوطنية سواء داخلية داخل الدول أو في الإطار الإقليمي نفسه، حتى نستطيع أن نخرج من هذه الأزمات. إذا وجدنا بصيص من الأمل فلن نضع أبدا دور لأي دولة تتدخل في شؤوننا الداخلية. أنا سأعود لحضرتك سعادة السفير فيما يتعلق بفعالية كان هناك متغيرات كثيرة، فعالية الجامعة العربية وأجهزتها وطريقة تعاطيها مع الأزمات العربية، لكن ماذا لو ذهبنا الآن لمحاولة الاطلاع على ما يجري في الجامعة العربية، إرهاصات اجتماع اللجنة الرباعية المعنية بالتدخلات الإيرانية في المنطقة، وكذلك قبل اجتماع وزراء الخارجية. ينضم إلينا الآن الزميل أحمد فرج من مقر الجامعة العربية. أحمد، ماذا في إرهاصات اجتماع وزراء الخارجية العرب في مقر الجامعة؟ تفضل. يعني بداية، نحن على بعد دقائق فقط من الاجتماع الخاص المغلق مع الأمين العام لجامعة الدول العربية مع اللجنة الرباعية المعنية ببحث التدخلات الإيرانية في المنطقة العربية التي تضم مصر والسعودية والإمارات وأيضا البحرين. ولكن كان قبل هذا الاجتماع الذي سوف يعقد في تمام الساعة الثانية اجتماع لسفير فلسطين مع الأمين العام لجامعة الدول العربية لبحث الأزمة والقضية الفلسطينية. قد تكون القضية المحورية هي القضية الفلسطينية، ولكن هذا الاجتماع الطارئ بطلب من يعني المملكة العربية السعودية، وذلك لبحث والتصديق عليه طبعا من كافة الدول العربية لبحث الأزمة والتدخلات الإيرانية في المنطقة العربية. وهذا ما يعني سيكون الحديث ويدور الحديث معه في تمام الساعة الرابعة من عصر اليوم، سيكون الاجتماع الوزاري. يعني المالكي بحث مع أبو الغيط القضية الفلسطينية وإلى أي حد وصلت، وعملية يعني التوسع على الاستيطان. الحدث عن السيد رياض المالكي وزير الخارجية الفلسطيني. أحمد،
نعم بالفعل. نعم. تحدث مع الأمين العام لجامعة الدول العربية حول القضية الفلسطينية ولأي حد وصلت هذه القضية ومجرياتها وأحداثها وعملية التوسع الاستيطاني الخاص بالإسرائيليين داخل يعني القدس وداخل أيضا يعني دولة فلسطين. قد تكون هذه هي إحدى القضايا المحورية التي تكون في معظم يعني انعقاد الجلسات الخاصة والاجتماعات الخاصة بجامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية. نعم. العربية. وبالفعل قد تكون هناك خرجت بعض الأخبار التي يعني تشير إلى عدم مشاركة يعني وزير خارجية لبنان في هذا الاجتماع، ولكن لم نتأكد بعض من طيب أحمد يعني أما وأنك أتيت لهذه الجزئية وهي مسألة تبدو على درجة من الأهمية طالما أن الدعوة أتت لعقد هذا الاجتماع على خلفية التدخلات الإيرانية وسبل مواجهتها. السيد جبران باسيل وزير الخارجية اللبناني ووزير الخارجية العراقي السيد إبراهيم الجعفري ووزير الخارجية العماني السيد يوسف بن علوي، هل من أنباء حول الثلاثة ما إذا كانوا سيحضروا هذا الاجتماع أم هم من المتخلفين؟ يعني بعض الأنباء التي لا نتأكد من صحتها الخاصة بوزير خارجية لبنان وعدم عن عدم مشاركتي في هذا الاجتماع، ولكن حتى الآن لم نتأكد من صحة هذا الخبر. ولكن إذا تحدثنا عن وزير خارجية العراق فنحن نتحدث عن أن يعني الاجتماع الطارئ أيضا السابق الخاص بوزراء الخارجية العرب كان قد حضره بالفعل الجعفري وزير خارجية العراق، وكان مشاركا بقوة وكان محور الحديث حتى حول التدخلات الإيرانية في المنطقة، وهذا ما قد يشير إلى مشاركة العراق في هذا. نعم. الاجتماع لا نعلم صحة هذه الأنباء من عدم صحتها، ولكن نحن ننتظر على بعد ساعات فقط من هذا الاجتماع الذي سيشير ويؤكد مدى أهمية هذه الأخبار. على أي حال هي ساعات يعني بتفصلنا عن وصول الوفود المشاركة في هذا الاجتماع والحديث عن التدخلات الإيرانية في المنطقة العربية وعدد من الأمور والقضايا الأخرى بطلب من السعودية. سوف يترأس هذه الجلسة جيبوتي، ويعني قد يطول النظر إلى موضوع الحريري رئيس الوزراء الذي. نعم. تقدم باستقالته يعني من السعودية في الآونة الأخيرة. العديد من المحاور الأساسية، وقد تكون الدقائق الفاصلة فقط عن يعني اللجنة الوزارية الرباعية الخاصة بالتدخلات الإيرانية في المنطقة هي التي سوف تعقد مع الأمين العام لجامعة الدول العربية، وذلك وضع النقاط الأساسية في الحديث الذي سوف يكون في تمام الساعة الرابعة الخاص بوزراء خارجية العرب. أحمد، هل نحن في انتظار بيانين منفصلين، بيان عن اجتماع اللجنة الرباعية العربية المعنية بالتدخلات الإيرانية وبيان آخر عن اجتماع وزراء الخارجية العرب، ولا هو بيان وحيد ما بعد انتهاء اجتماع وزراء الخارجية العرب قد يشار فيه إلى ما خلصت إليه هذه اللجنة من توصيات؟ يعني بالفعل قد يكون هو بيان فقط وحيد الذي سوف يخرج في نهاية هذا اليوم، يعني يخرج بالنتائج والتوصيات التي خرجت من الاجتماعين. الاجتماع الأول مع الأمين العام للجامعة العربية الخاص باللجنة الرباعية هو يكون تمهيديا فقط للاجتماع الأكبر الذي يضم كافة وزراء خارجية الدول العربية وتواجد وزراء خارجية الدول العربية داخل المنصة وداخل يعني هذا الاجتماع، تشير إلى يعني بشكل أو بآخر يعني رفض التدخلات الإيرانية في المنطقة. يجب أن أشير إلى أن الاجتماع السابق قد شهد يعني من دولة قطر وحضور دولة قطر ومندوب دولة قطر الحديث بشكل أو بآخر عن مدى شرفية الدولة. نعم. الإيرانية، وهذا ما أصاب معظم الحاضرين بالانزعاج وضرورة الرد بشكل أو بآخر على ما يعني بعض الأكاذيب التي تقوم بنشرها الدولة القطرية وحول شرفية الدولة الإيرانية. وزير الدولة الحاضر وقتها قال مما لا شك فيه أن إيران أثبتت أنها دولة شريفة، ما أثار امتعاض كافة الحاضرين. أشكرك شكرا جزيلا. نعم. حتى هذه الساعة مراسلنا أحمد فرج من مقر جامعة الدول العربية قبل دقائق كما قال من انعقاد اجتماع اللجنة الرباعية العربية المعنية بالتدخلات الإيرانية، وقبل نحو ساعتين ونصف الساعة عن اجتماع وزراء الخارجية العرب. أشكرك شكرا جزيلا أحمد فرج حتى هذه اللحظة. أعود مجددا إلى السفير أشرف حربي. سعادة السفير، حضرتك كنت تتحدث قبل أن ينضم إلينا الزميل أحمد فرج عن فعالية الجامعة العربية. يقولون أن الأجساد المنظمات الإقليمية أو الدولية إنما تكتسب أهميتها من أهمية الدول الفاعلة في هذه المنظمة الدول الأعضاء. هل لدى الدول الأعضاء الفاعلية الكافية الآن حتى تستطيع الجامعة الارتكان إليهم في اتخاذ قرارات؟ طبعا ما شهدته المنطقة الفترة الأخيرة تحفز الدول الفاعلة
ونحن نعلم الدول الفعالية هي الدول الكبرى، يعني مصر، السعودية، العراق، الجزائر، المغرب، دول كبيرة، الإمارات العربية، دول كبيرة ولها فعالية. ولكن نلاحظ أن الفترة الماضية القضايا لم تكن بهذا الحجم وبهذه الخطورة. الآن أصبحنا في موقف خطير جدا على أمن واستقرار المنطقة بأشمالها، وبالتالي الدول الفاعلة لها دور كبير في الفترة القادمة، ويجب أن تؤخذ قرارات حاسمة بالنسبة كما قلت لدورها ودورها المساند لدور الجامعة العربية كمنظمة إقليمية لها حضور ولها وجه مقبول لكافة الأطراف المعنية، سواء كانت أطراف من القوى الوطنية أو حتى إذا كانت أطراف دولية تعمل أيضا في هذه أو تتعامل أو تتفاعل مع الأزمات التي تحيط بالمنطقة في المرحلة الحالية. بالنسبة للوضع أيضا، بالنسبة لرفع المسألة أو رفع الأزمة، أو أن احنا نتجه إلى أيضا اتخاذ خطوات عقابية بالنسبة للتدخلات الإيرانية، وأعتقد أن هذا سيكون مطروح أيضا أمام هذا الاجتماع والمجموعة الرباعية في اجتماعها مع الأمين العام السيد أحمد أبو الغيط، سيطرح. ما هي الإجراءات ذات الطابع العقابي التي تملكها جامعة الدول العربية أصلا سعادة السفير؟ لا، الجامعة العربية لا تملك إجراءات عقابية. الذي يملك الإجراءات العقابية المجتمع الدولي الممثل في الأمم المتحدة، مجلس الأمن. إذا كان هناك تدخلات وهناك تهديد لأمن واستقرار أي دولة، طبعا الأمم المتحدة بتأخذ قرارات، ومنها قرارات أو إجراءات عقابية بالنسبة للدولة التي تعتدي على دولة أخرى أو تهدد أمن والسلم الدولي. سعد سفير، هل العرب في وضعهم الراهن وهم يحاولون لملمة أوراقهم المبعثرة وتجميع شتاتهم على خلفية كل الأزمات التي تحيط بالمنطقة العربية في عمق الأمن القومي العربي، هل هم مؤهلون بالقدر الكافي لأن يجمعوا كلمتهم في مواجهة تدخلات كالتدخلات الإيرانية؟ أنا هتكلم بكل وضوح. هناك بعض الدول التي لها تحفظات بالنسبة لإيران حتى. طبعا عشان كده بقول دور الجامعة العربية مهم في أن تأخذ بيدهم وتحاول أن يكون هناك نوع أو أسلوب للخروج بحلول أو بمواقف وسطية تستطيع منها أن تترجم الموقف العربي كموقف إجماع عربي وكل الدول العربية متفقة عليه، حتى يكون لنا مصداقية دولية، أي نستطيع أن نرفع هذا الأمر إلى مجلس الأمن بالنسبة للتدخلات الإيرانية في عدد من الدول العربية وتهديد أمن واستقرار هذه الدول. أعتقد سيكون مناسبا أن يكون هناك دور وأن للجامعة العربية في تقريب وجهات النظر، وخاصة بالنسبة لبعض الدول التي لها مواقف متحفظة بالنسبة لإيران. شكرا جزيلا لحضرتك سعادة السفير أشرف حربي، مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق، منضما إلينا على الهواء مباشرة.